وقعت الشاطر بألف. شبوره ورا الراجل دوت لا شكل توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا بنت؟ مش هقول لك رايحين بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب رايحين بيه. جميل؟ جميل ايه؟ أنا عملت معاك جميل؟ إمتى؟ إمتى لا يمكن هتفتكره، لكن أنا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنة، قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي أديك شفتني يا سيدي، عشان أريحك ودماغك ما توديش وتجيب. من 15 سنة كنت انت ورجالتك في مصلحه في ليبيا، واحد من رجالتك اتذبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل هيبقى حمل هيطلونا. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغايه هنا ودفنته وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافية. اوه انا زين اخو اشرف العافية. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 يلا. انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ردتهولك، ولحد كده واستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي لا ده اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك رايحين بيه، لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف، الجد على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق، انت صاحبك مالكش دعوه بيا، انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر لا يسلم ولا يقهر ولا يفتري. ايه في ايه؟ مالكم ملهوفين على ايه؟ يا نهار اسود حلمي، في ايه يا اخويا؟ في ايه؟ قلنا راكبين موتوسيكل واتقلب بينا. موتوسيكل ايه ده؟ شكلها خناقه ولا ايه؟ مفيش، مش كويس. كويس انا كويس. طب تعالى تعالى بس، حاسب حاسب بقى. روحي هاتي شاش وقطن ومطهر من جوه. شاش ايه وقطن ايه؟ الجرح كبير عايز يتخيط. وربنا قلت لهم نطلع على المستشفى، هما اللي مش مقتنعين. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. يلا اسمع كلامي بس انت المره دي، الجرح كبير عايز دكتور. انت هتسمعي الكلام ولا اسيب البيت واهون من وشك؟ يلا حاضر حاضر.
هو انا بقول حاجه غير حاضر؟ باشا كل الناس هنا بتقول انها كانت حرب. وطبعا حلمي ورحيم مالهمش اي اثر. لحد دلوقتي لا. شويه كده رئيس هنمشط المكان وهنجيبهم ان شاء الله. اشك. رحيم كان بيعمل عندك ايه في البيت؟ والله العظيم يا باشا انا ماليش دعوه بالحوار ده. كل اللي حصل ده ماليش دعوه بيه، ده انا شفت الموت النهارده بعينيا والله العظيم كنت هبوه. بتشتغل ايه يا بت؟ ممثله. بشتغل ممثله. ممثله؟ هتودع باشا عادل يا بت؟ والله العظيم ممثله. ممثله في انهي كباريه؟ هتستعبطي يا بت بروح امك ولا ايه؟ تعرفي رحيم منين؟ والله يا باشا ممثله، وبعدين انا ما عملتش حاجه اصلا. ده هو انا رحيم انا مرات اخوه والله العظيم ما عملت حاجه. خدوه على البوكس. على البوكس. بوكس ايه يا باشا؟ يلا عرفني بيرتع والنبي يا باشا. والله العظيم ما عملت حاجه والله. وايه اللي جابك على هنا يا خميس؟ انت متاكد ان مفيش حد قطرك؟ يقطر مين يا باشا؟ وهو لا مؤاخذه يعني كان بيجري قدامي زي الفرخه المذبوحه. مين ده اللي كان بيجري زي الفرخه؟ رحيم؟ انت هتحاور عليا؟ اوعى يكون حد شافك او عارف انت مين. عيني جت في عين حلمي ابن الجنيه وهو بيملس مني، بس هيروح مني فين؟ الله يخرب بيتك يا خميس، لكن هيعرف ان انا ورا الحوار ده. الله يخرب بيتك يا باشا. انفض ايدك من الحوار ده يا باشا، اللي بيني وبين رحيم انت مالكش فيه. انفض ايه وماليش فيه ايه؟ انت بقى عليك تلميذ. تلميذ؟ مش خميس الونش اللي اتقال له الكلام ده يا باشا؟ يا ابني افهم، رحيم هيعس وهيعرف ان في ما بيننا مصالح، وهيعرف ان انا ورا كل اللي حصل. مش محتاجه فكاكه يا قور. انت قاعد تعمل ايه؟ قوم على القناه على طول. قوم ما تصلش بيا خالص، واوعى تكلم مدام امينه. يلا اتكل على الله. تمام يا سيد بيه، ومن غير سلام. يلا قوم. انا مش مصدقه ان الموضوع ده يحصل النهارده بالذات. ده حد قاصد يدمر حياتي واسمي. اهدي بس يا دكتوره داليا وقولي لنا ايه اللي حصل في السنتر بالظبط قبل البوليس ما يجي. مفيش، انا جالي مكالمه من برايفت نمبر، نفس الصوت اللي كلمني قبل كده وقال لي هربي. يا دوب قفل والبوليس دخل على طول. طيب التليفون اللي كان معاك ساعتها فين دلوقتي؟ التليفون اتحرز يا عماد بيه علشان هيتسلم من النيابه. اظن من حقنا نستلم التليفون بعد النيابه ما تخلص ولا ايه؟ اكيد طبعا يا عماد بيه، بس دي مش بتاعت عادل باشا. عادل باشا عارف طبعا ان الدكتوره ما ينفعش تبات في الحجز. ما تقلقش يا عماد بيه، اكيد عادل باشا عارف كل حاجه، وعارف ان الدكتوره داليا ما تستحملش البهدله. انا ممكن ابيتها في اوضه الارشيف اللي جنبي، بس ده بصفه مؤقته. ما تقلقش يا عادل بيه، اكيد سيادتك عارف ان ده كله سوء تفاهم وهيخلص قريب. ما تقلقش يا داليا. الشاش والقط. مش كنا خلصنا من الشقاوة بتاعت زمان وكفينا خيرنا شرنا؟ اخلصي عشان تشوف الجرح رحيم. انا تمام. شوف انت جوزك. ما انا الممرضة اللي جبتها ببلاش. الجرح ده عايز خياطة. طهري انت بس وهيبقى تمام. اخلصي. ربنا يخرجنا منها على خير. هتخرجي. هتخرجي هتخرجي، اطمني بس انت صفي النية شوية. حنان مش وقته الكلام ده. أمال وقته إمتى؟ لما أروح أجيبك من المسرحة؟ خلاص بقى، الحمد لله إننا اطمنا عليهم يا ماما. ماما؟ ده أنت قد أمي. كانت موهبة فخك. رجعتك قوي دي. اتكل على الله يا شبور. على النعمة أبدا. أطمن عليك الأول يا عم رحيم. يا ابني أنا بقيت كويس، اتكل على الله. ماشي. اللي تشوفه عظمته. تشكر يا ابني، تشكر يا حبيبي، إحنا ناس أسرة. بنحط اللي بيقف معانا جوه عينينا. على راسي من غير أي حاجة. تسلم يا بابا. السلام عليكم.
على السلامة حبيبي. على السلامة يا شبور. بالراحة. بعد الشر عليك. إن شاء الله عدوينك. أنا عاوزك تهدى كده يا ابني بقى وتحكي لي إيه اللي حصل. انت مش قلتلي ان كل غرضك انك تدخل رحيم السجن عشان ده امان له؟ تخليني انا بايدي اوديه كمين مترتب له وعرض اخويا للموت؟ كمين ايه وافلام ايه؟ فوق ارحاب وشوف انت بتحكي في ايه؟ طب وعزة جلالة الله يا سيد انا ما فايق قد دلوقتي، مش كفايه اللي حصل لابويا وهشام من تحت راسك؟ كمان عايز تاذي رحيم؟ لا ماما انا ما ضربتش حد على ايده. ابوكي واخوكي هم اللي عملوا في نفسهم كده. واللي حصل لرحيم ده ماليش فيه. اه اعدائه كتير. بقول لك ايه، بس ما كلمتني ومرعوبه وبتقولي ان اللي هجموا عليهم كانهم كانوا مستنين رحيم. بسمه ايه وهبل ايه؟ دي بتحور، دي كدابه وستين كدابه. لا مش كدابه، ولو كانت كدابه ما تقولي ايه اللي حصل بالظبط. انا عايزه اوريك على حاجه رحاب، حسك عيني تقولي حاجه لرحيم. انا مش هدخل بقى في عوا نسوان وكلام نسوان ملوش لازم. وما تعصبنيش يا رحاب، لان انا لو اتعصبت انت عارف انا هعمل كويس. خميس الونش وداش عرفه انك رايح هناك. صحيح، اكيد الحكايه دي مش صدفه. ما كانش حد عارف انك رايح هناك غير هنعمل ايه؟ يا جماعه رحيم مش تلميذ ومصيره هيعرف ان احنا ورا اللي حصل له. ايوه وهيهيج علينا كلنا وهيقلب الدنيا فوق دماغنا. وفي ايه؟ مالكم بتولولوا كده زي نسوان في ميدم؟ رحيم ايه ده اللي انتوا خايفين منه؟ ده لا معاه رجاله ولا فلوس. بعدين الرحيم ده انا اللي عامله واقدر في اي وقت اهرسه. تهرسه؟ طب مستني ايه؟ ما تهرسه وتخلصنا. مش قادر انسى دخلته عليها في المركب. خلق الناطق عزرائيل، انا كنت عامل معاه الصح بس قلت انا سايب بلاش. الا صحيح يا عماد بيه، احنا ليه ما فكرناش ان رحيم ممكن يكون له يد في اللي حصل للدكتوره داليا؟ لا فكرت في الموضوع ده بس رحيم ما يعملش كده، مش طبعه. قولي لي يا امينه، انت ايه وداك عند داليا يوم ما حصل اللي حصل؟ قصدك يوم ما اتقبض عليها؟ عادي، كنت معدية من جنبها بالصدفة. صدفة؟ ده انتوا بقالكوا سنين ما شفتوش بعض. ليه بالذات رحت في اليوم ده يا أمينة؟ جرى إيه يا عماد؟ ما تخلي بالك من كلامك. عارفة يا أمينة، لو طلع أنت اللي ورا اللي حصل لدالي هعمل فيك إيه؟ هسيح جتتك في فران الصلب اللي تحت دي. جرى إيه يا عماد؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ أنت بتهددني؟ ما تصلوا على النبي يا جماعة، ما يصحش كده. عشان تصدقوني ده شغل رحيم. رحيم عايزنا ناكل في بعض وبعد كده يمزمز بقى ويمصمص في واحد بعد كده. هو احنا جايين عشان نمسك في خناق بعض؟ احنا جايين نفكر بهدوء ونقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه اولا لازم نفكر بهدوء ونشوف مين اللي لبس المصيبه دي للدكتوره داليا. ثانيا اللي خطف هشام خطفه ليه؟ ايوه متر يعني. وبعدين يعني نقعد نفكر بهداوه، انما شغل التطبيش اللي انتوا بتعملوه ده هيضرنا كلنا، صح ولا ايه؟ صدق الله العظيم.
خلوا بالكم نفسكم يا أولاد. ما تقلقش يا حاج رحاب. أنت رايح فين؟ إيه نازل؟ في إيه؟ مفيش خروج. نعم؟ بتقول إيه؟ أنت عايز ترجع سايح في دمك واخد لك رصاصة في كتفك ولا في رجلك؟ إحنا نعمل إيه؟ إحنا نروح فين؟ حنان، اتجننتي ولا إيه؟ ورحمة أمي، لو خرجت ما هترجع تلاقيني لا أنا ولا بنتك في البيت ده. تخص عليك يا زمن، إيه؟ سيبنا في حالنا يا حاج. حالكم مش عاجبني. حنان، أنت بتحلف عليا؟ يلا. يلا رحيم، اصل حنان دي ساعات بتهرب منها. علي النعمه من نعمه ربي، اذا خرجت لا هترجع تلاقيني لا انا ولا بنتك هنا، ولا هتعرف لنا حته احنا قاعدين فيها. حاسب كده من وش. مراتك معاها حق احلى، خش خدها في حضنك واديها شويه، وانا مشواري مش بعيد. يلا يلا. الحمد لله على السلامة. دول ورانا خطوة بخطوة. آه كده بقى يبقى مراقبينك. كده أنا أقلع يا ابني. لا ما تقلقش يا حاج، يا ما دقت على راسه تقول. سلام. سلام يا حبيبي. صورة معايا يا رب. عماد بيه بيسلم عليك. عاوزة حاجة؟ طب انت عايزة مية؟ على فكرة بقى عادل باشا مأمور القسم هو كمان موصى عليكي. على فكرة شكرا انا مش هاكل. ما هو انت لازم تتغذي كويس، محدش عارف انت هتقعد هنا لحد امتى. الحمد لله على السلامة يا أخويا. الحمد لله على سلامتك. طب والله العظيم تلاتة أنا ما كنت أعرف حاجة يا رحيم، وحياة ولادي. يا رحيم بص لي، بص في عينيا يا أخويا، صدقني والله العظيم ما كنت أعرف حاجة. مش وقته الكلام ده يا رحاب، لما نلاقي هشام نبقى نتعادل. قولي اللي عندك. بص يا رحيم ليه؟ أنا عندي كلمتين لازم تعرفهم، عشان الحوار ده شكله بقى عوا قوي. وما قلتيش الكلمتين دول لما كنت عندكم ليه؟ وانا الحين انت يا دوب دخلت من هنا والدنيا اتقلبت عليك من هنا وعينك ما تشوف الا النور. سكه ودغري انا اعرف مين ممكن يكون شاف هشام اخر مره. مين؟ انتاي هدلك عليه. للاسف يا فندم خميس ملوش اي اثر ولا في الوراق ولا في امبابه. بلغنا اسم الزاويه وجاري البحث عنه. أكيد طبعا مش هيرجع الزاوية. محدش يرجع حتته بعد اللي عمله ده. العيال اتمسكوا اتكلموا؟ بنحقق معاهم. مش كلهم. في الحقيقة احنا معانا واحد بس معاهم يعني. والله يا فندم احنا تعبنا جدا عشان نجيبه يعني، والواد ده يعتبر أهمهم على فكرة. اسمه شبانة الشوبيري والدراع اليمين لخميس. كل المصايب اللي عملها خميس كان معاه فيها. والسيد رحيم فين دلوقتي؟ مؤخرا تحركاته بقت غريبة، وأثناء مراقبته لقيناه قاعد مع بنتين في كافيه. يا حبيبي. يحب على روحه بعد اللي حصل له؟ لا يا فندم الموضوع مش كده. اتحرينا عنهم وعرفنا ان واحده منهم تبقى اخته، والبنت التانيه دي اللي احنا مسكناها في بولاق. دي طلعت مرات اخوه. يبقى اكيد كده لسه بيدور عليها. اكيد طبعا يا فندم. وفي مشكله صغيره بس. قول يا باشا. رحيم هرب من المراقبه تاني. ما شاء الله. شغلكم عظيم، عظيم، حاجه تشرف. فيها خالد بيه. راجع حساباتك. دور عليه. عينكم ما تتشالش عن حي الجماليه، اكيد هيظهر. امر معاك. يلا بقى نخش نلعب مع الواد اللي اسمه شبانه ده. يمين شمال يمين شمال. يلا يا فندم. طب اشرب سيجاره يا فندم ولا لا؟ سيجاره ايه؟ تدخين؟ مفيش تدخين، اتفضل حضرتك. مالك؟ تعبان او حاجه؟ لا انا تمام يا باشا. ابعت اجيب لك حاجه من بره؟ هجيب لك حقنه هتريحك على الاخر. متشكر يا باشا. انا كويس. طالما كويس وزي البومب
ما بتتكلمش ليه؟ وربنا يا باشا، انا قلت على كل اللي اعرفه. يعني ينفع يا وحش انا اعرف عن خميس اكتر منك؟ على كده بقى انتوا مش اصحاب، وعلى كده انت مالكش لازمه معانا. مش انتوا كنتوا مع بعض في العمليه بتاعت الكيلو 4.5 لما قلبتوا الواد بخاتي في البضاعه اللي كان لسه مستلمها وما لحقش وزعها حتى؟ متهيألي برضو كنت مع خميس في حرق مخزن الخشب بتاع الحاج صلاح النادي اللي في اول مريوطيه من شهر. وعرفت يا عم انكوا خدتوا لوكشه فلوس قد كده اهو من الحاج سيد النجار. هو كان متغاظ قوي من الحاج النادي عشان علم عليه في مناقصه التربيه والتعليم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا. ما دام حصل يا باشا يبقى تتكلم، لانك لو ما تكلمتش بدل ما هتشيل قضيه واحده هتشيل على كتفك الحلو ده شويه القضايا. يلا حبيبي قول 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 سامعه. يلا اتفضل. يلا هو ده هشام خليه يشهد على عقد العرف اللي ما بيننا، وقال اجدع واحد من اصحابه، بس انا عمري ما ارتحت له. تمام يا حفلة، دقايق والعشاء يكون جاهز يا فندم. تأمري بحاجة حضرتك؟ شكرا. كنت فين؟ كنت في النادي. أصلي قابلت سهام صاحبتي، كان بقالي كتير قوي ما شفتهاش، فكانت فرصة يعني نقعد شوية مع بعضينا. سهام؟ سهام شايفها بتمشي الكلب. آه، ما هي روحت بدري شوية عشان الشغالة بتاعتها أجازة. وانت بقى كنت قاعده لوحدك يا غندوره؟ اه، انا قلت اتمشى شويه كده مع نفسي، افك على روحي كده شويه يعني يا سيد. اه كنت مع رحيم. انا ما حصلش، انت جبت الكلام ده منين يا سيد؟ سيبها يا سيد، ارجع انا لقطك وما تدخلش بيني وبين مراتك. ما حصلش ما حصلش، بقول لك لا كلمته ولا قابلته. اه انا حذرتك يا الحاج، حذرتك وقلت لك لو قابلت رحيم او كلمتيه انا هعرف. عارف انا هعمل فيك ايه؟ اللي هعمله فيكي لا هينفعك رحيم ولا غيره. يعني اسبح يا رمم.
الو، مش قلتلك اهربي انت عشان تعرفي ان اللي ما بيسمعش كلامي بيتأذي؟ انت عايز مني ايه تاني؟ افتح الباب دلوقتي حالا. ايه؟ مش عاوز افكرك لما ما سمعتيش كلامي حصل لك ايه. افتح الباب دلوقتي لو عاوزه تخرجي من هنا. انت لو فاكره يا ماما ان اللي دبسك في القضيه دي مش ناوي على شر، تبي عبيطه. الفرصه مش هتستنى. افتح الباب. انت رايح فين الساعه دي؟ انت بتطلعي من ايه؟ ايه هستأذن منك وانا نازل ولا ايه؟ راح في مصيبه في داهيه. انت مالك انت؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن عيشتك السودة. اخرجي وقفلي بسرعه. خليكي ماشي عادي، خليكي واثقه من نفسك، محدش هيبصلك. كملي لحد اخر الممر وانزلي السلم اللي هتلاقيه. اوعي تخرجي لحد بره، انزلي السلم وبس. انزلي للاخر بقى هتلاقي بدروم، ادخلي. انت واخدني على فين؟ هخرجك. يلا بسرعة مفيش وقت، احنا متأخرين.
اوعى تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور يتعور.